السلام عليكم أعزائي التلاميذ، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة. دونك اليوم غادي نشوفوا الدرس الرابع لا لوسون 4 ديال التلاميذ ديال الثالثة الإعدادي، لا بالنسبة للناس اللي كيقراو النهار لا بالنسبة للناس اللي كيقراو أون فرونسي، كلشي غيستافد إن شاء الله من هذا الفيديو. هذا الدرس هذا راه بسيط بزاف، كاين واحد البادرة ديال التمام ماشي بزاف، واخا ما تكونش شاد لي كور ديال التمام غادي تكون إن شاء الله لوكور. قبل ما تشوف هذا الفيديو هذه كنتسناك انك تهبط ودير واحد لايك، الا كنتي مازال ما ابونيش لاشين بيان سور تابونا باش تدعمنا ان شاء الله باش نعطيكم اكثر واكثر. دونك كيف ما كنشوفوا العنوان ديال الدرس، احتراق المواد العضويه اون فرونسي، احتراق كومبوسيون دي ماتيريو اورغانيك، دونك لي ماتيريو اورغانيك هما المواد العضويه. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي الماده العضويه اون فرونسي. اون فرونسي سي لو ماتيريو اورغانيك. المادة العضوية هي واحد المادة، واحد الماتيريو اللي كيكون كيتواجد نورمالمون في لا ناتور أولا في لاندستري، يعني كيكون كيتواجد في الطبيعة أولا في المجال الصناعي، يعني إما كنوجدوه في الطبيعة موجود سخرو لنا الله أولا كيكون في المجال الصناعي، يعني كيدخل الإنسان في الصنع ديالو. كيفما كتشوفو هنا بسطنا لو كور سو فورم واحد الشيما باش يجيكم لو كور ساهل. دونك كاين الماتيريو اورغانيك ناتشورال طبيعي اللي كاين في الطبيعه، كاين الماتيريو اورغانيك لي صناعي ارتيفيسيال ولا سانتيتيك. دوغي كلمات مصطلحات يعني مهمين بزاف، واخا كتقرا اون خصك تعرف. نشوفو الماتيريو اورغانيك طبيعي، يعني طبيعي ما كيحتاجش شرح بزاف، طبيعي اللي موجود في الطبيعه في الناتور، يقدر يكون دوريجين انيمال اصله حيواني او لا دوريجين فيجيتال اصله نباتي. دونك هنا اصل حيواني وهنا اصل نباتي. مزيان، ناخذ كيلكو اكزومبل بالنسبه لان ماتيريال اورغانيك اللي كيكون في لا ناتور كوم كوا كوم، والاصل ديالو يكون حيواني بحال لان. لان هو صوف، دونك الصوف هو مادة عضوية مالها موجودة في الطبيعة والأصل ديالها حيواني. إلا عطيتكم مثلا القطن، القطن حتى هو مادة عضوية أون فرونسي سي كوتون، دونك هي مادة عضوية طبيعية ذات أصل نباتي. إلا قلت لك مثلا الخشب، فالخشب هو مادة عضوية ولكن الأصل ديالها نباتي من الأشجار إكسيتيرا، دونك أون فرونسي سي لو بوا. دونك كاينين بزاف ديال الأمثلة، كاينين بزاف ديال الأمثلة، دونك حنا عطيناكم الأمثلة لي بلو نورمالمون لي كنستعملو لي بلو زوتيليزي في لافي كوتيديان ديالنا. نشوفو دابا المواد العضوية الصناعية ولا الاصطناعية ولا المصنعة، يعني كيدخل لو التصنيع ديالها في لافابريكاسيون ديالها. كوم كوا كوم لو بابيي، ملي كنقولو بابيي غنحتاجو في الدرس هو الورق. كاين ايضا البلاستيك، كنا ديجا شفنا هادشي في الدرس الاول، قلنا هادو عبارة عن مواد عضوية دونك بلاستيك. كاين عاوتاني ايضا الكرتون، الكرتون حتى هو مادة عضوية ما كايناش، دونك الورق بلاستيك كرتون ما كايناش في الطبيعة ولكن كتصنع في نورمالمون في لي زوزين اندستريال. دونك كنقدرو نسميو هاد الماتيريال اورغانيك ارتيفيسيال يعني صناعية اون فرونسي سي كارتون. مزيان، شفنا دي زيكزومبل ديال لا ماتيير او لو ماتيريو اورغانيك. دابا خصنا نعرف هاد الماتيريو اورغانيك يعني اي ماتيريو، من هنا لين كوطون لو بوا لو كارتون بلاستيك ورق اكسيتيرا، مناش كيتكونوا من الداخل ديالهم البنية اكسيتيرا فيزيائيا ولا كيميائيا، مناش كيتكون. قلنا كل مادة موجودة في الطبيعة أولا صنعات يعني في نورمالمون في المصانع، دونك فكل مادة كتكون من ذرات. ديجا قلنا الجسم كيتكون من مادة والمادة كتكون من ذرات، دونك أي مادة خديتها هنا غتلقى جوج ديال العناصر كتكون منهم ذرات ديال الكربون والذرات ديال الهيدروجين. إلا خدينا الورق وشفنا البنية ديالو، دونك لا ستركتور ميكروسكوبيك يعني بالمجهر الذرات ما غايبانوش لينا، غنكتشفوا بأنهم كيتكونوا من ذرات الكربون والهيدروجين. إلا خدينا البلاستيك حتى هو فيه الهيدروجين والبلاستيك فيه الهيدروجين والكربون اكسيتيرا. دونك خصنا نعرف بأن لا كونستيتيسيون دو دان ماتيريو أورغانيك إل سو كومبوز
des atomes d'hydrogène et du carbone. Donc, باش نبينوا كيفاش عرفنا بان الماده العضويه كتكون من ما يسمى ذرات الكربون وذرات الهيدروجين غنشوفوا العمليه اللي عندنا في العنوان اللي هي لا كومبوسيون احتراق دونك غادي نشوفوا في هذا الجزء هذا احتراق الورق هذه العمليه اللي راه نورمالمون كديرها في الحياه اليوميه ديالك اون فرونسي شنو هو احتراق هو كومبوسيون دو بابي احتراق الورق مزيان ومن بعد غنشوفو احتراق واحد النوع ديال البلاستيك دونك غناخدو اون اكسبيريونس واحد التجربه راه بيتيت خرج ديجا دايرها دونك غناخدو واحد الصحن وغادي نديرو فوق منه واحد القطعة ديال الورق ان مورسو دو بابي دونك هذا ورق او لا بابي احتراق يعني شنو احتراق سنقوم بالحرق اون فا بغولي سو بابي ناخذ بريكا وغادي نشعل هذا العافيه مزيان اللي غادي نشعل العافيه دونك هذا الورق هذا غادي يتحرق منين غادي يتحرق بغيت نعرف انا شنو غادي ينتج عليه غيطلع واحد الدخان ولكن حنا فيزيائيا غادي نحاولوا نكشفوا هذه المساله هذه وهنا غادي ناخذوا واحد القمه وغادي نربطوه بواحد لو تيوب وهاد لو تيوب هذا غادي يكب لينا في واحد ان فلاكون هو واحد القاروره دونك حنا في هاد التجربه اللي غنحتاجو قيم اون طون واحد علاش درنا هاد القيم هذا باش نشوفو هاد الدخان هذا اللي غيطلع لينا هنايا عباره عن شنو وهنا في النتيجه غادي ناخذ واحد ان فلاكون هاد الفلاكون هذا هو قاروره هاد القاروره هادي اولا غادي نكون كاذب فيها انا ماء الجير اون فرونسي او دو شو مزيان دونك انت فاش غادي تحرق هاد الورقه هادي فاش غادي تحرقها نورمالمون شنو كاين هنا لا الهواء والهواء شنو هو الغازات اللي كيكونوا لينا الهواء كاين اولا ثنائي الاكسجين ديوكسيجين وكاين ديازوت ثنائي الازوت قلنا هذا النسبة ديال 20% ولا 80% واخا كتشوف هذا 20% ولكن هو الغاز الذي يساهم في الاحتراق إذا سولك في الامتحان ما هو الغاز الذي يحفز الاحتراق اللي كيخلي العافية تشعل مزيان هو ثنائي الأكسجين إذا كانت واحد البلاصة فيها ثنائي الأكسجين بزاف وشعلتي العافية بشي حاجة دونك غتشعل العافية مزيان وغيتحرق مزيان دونك شكون هو الغاز اللي غيكون عندنا هنايا اللي غيساهم في الاحتراق هو O2 دونك انا جو في بغولي لو بابي فاش في لو ديوكسيجين ديال الاخ كنلاحظ هنا غيطلع واحد الدخان هذاك الدخان بغيت نعرف انا شنو فيه دونك هذاك الدخان غيدوز من هنايا وغادي يطيح هنايا ملي غيطيح هنا هذاك ماء الجير ماء الجير من الصفات ديالو هو واحد يعني كنستعملوه باش نكشفوا على الناتج اللي غيكون عندنا هنايا دونك هذاك ماء الجير هو كيكون لون ديالو صافي فكيميائيا الى طاحوا فيه هنايا واحد الدخان اللي غيدوز من هنا اللي غيهبط هنايا الى عكر لينا ماء الجير يعني ماء الجير ما بقاش كيمتد الصفاء ديالو ولا عاكر كنقولوا بان هذا الناتج اللي غيهبط لينا هنا هو عباره عن ثنائي اكسيد الكربون سي ان غاز لو ديوكسيد دو كربون وهذا الشيء اللي غادي يوقع دونك الدخان اللي غيطلع لينا هنايا فاش غيوصل لينا لهاد الفلاكون هذا غيعكر لينا ماء الجير دونك هنا النتيجه غيكون عندنا تعكر ماء الجير اللي قلنا في الاول من كبينا كان صافي اون فرونسي لو دو شو شنو غيوقع له اون فرونسي سو تروبل غادي يتعكر دونك الى تعكر غادي نعرف بان الناتج اللي غيكون عندنا هنا داك الدخان اللي كيطلع لينا راه هو عباره عن غاز سيت ان غاز اللي هو لو ديوكسيد دو كربون هو ثنائي اكسيد الكربون اللي هو غاز مزيان يعني اذا كانت النسبه ديالو واحد النسبه معينه وانت كنتي حدا وتنفسي دونك هو يعني غاز اللي ما مزيانش بالتالي هذه العمليه ديال الحرق راه ما خدامش بون اي كومبوسيون ولا اي احتراق قريتو في التامل فهو تفاعل كيميائي شنو هو التفاعل الكيميائي هو كيكون عندنا اجسام في الاول شنو كان عندنا في الاول كان عندنا ورق في الاول كان عندنا ورق حرقته ولكن شنو كان حدا يعني محيط به
كان حدا يعني الهواء والهواء شكون هو الغاز اللي مهم فيه هو ثنائي الاكسجين فوالا دونك ولي ساهمنا في الاحتراق ديالو كل ما كانت نسبه ديال ثنائي الاكسجين كثيره فالاحتراق كيكون كامل وكيشعل مزيان وكيتحرق مزيان ملي غيدوز شويه ديال الوقت غرجع واحد 5 دقائق غنلقى الورقه اختفات وثنائي الاكسجين كان هنا نقص ما بقاش دونك نلاحظ بان هاد الاجسام هادو اللي كانوا في البدايه كيتسموا متفاعلات كيتسموا متفاعلات يعني هما اللي كانوا في بدايه التجربه ظهر واحد الجسم جديد كشفت عليه ماء الجير منين بدينا نعكر لينا ماء الجير دونك هذا النتيجه قلنا هو سي او 2 اللي هو ثنائي اكسيد الكربون مزيان اون فرونسي هذا غيتسمى من النواتج ديال هذا التفاعل واللي لقيناه في الاخر اون فرونسي كان عندنا في الاول بابيي ياك زدنا عليه ديوكسيجين يعني احترق لينا في وجود هذا الغاز هذا اللي هو ديوكسيجين عطانا دونك سافا دوني كوا ثنائي اكسيد الكربون هو ديوكسيد دو كربون مزيان فاش عطينا ثنائي اكسيد الكربون هنا بغيت نعرف على هذا الشيء الصياغه الكيميائيه شنو غادي ندير بابي ما كنعرفوش الصيغه ديالو دونك نقولوا بابي بلس او 2 هذه هي الصيغه الكيميائيه ديال الديوكسيجين الصيغه الكيميائيه ديال ثنائي اكسيد الكربون هي CO2 دونك بالعربيه هادو سمينا متفاعلات اون فرونسي كيتسموا لي رياكتيف هما دوك لي كور اللي كيكونوا او ديبي دو ليكسبيريونس هما اللي كيكونوا في الاول ديال التجربه افيك لو طون ايل ديسباريس كيختفيو وفي المقابل تظهر اجسام جديده ولا جسم جديد كيتسموا لي برودوي دونك النواتج ديما كيصون في التمارين CO2 اللي هو ثنائي اكسيد الكربون كيف تم الكشف عنه باش عرفنا بان الغاز اللي طلع لينا انا ولا الدخان راه عباره عن ثنائي اكسيد الكربون كنقولوا بالدليل ديالو شنو هو فاش كبينا ماء الجير وهبط لينا هذا الدخان هذا او النتيجة هذا شنو دار عكر لينا ماء الجير او لو دو شو سو سو دخول مزيان الى حرقنا هذا الورق هذا وكانت النسبه ديال ثنائي الاكسجين قليله الا كانت قليله فما غيكونش غير ناتج واحد هو احادي اكسيد الكربون غيكونوا نواتج اخرى واحد الناتج نسيناه هو انه ملي غيدوز لنا هذاك الغاز هنا وغنعرفوا هو ثنائي اكسيد الكربون هنا كيتكونوا لنا واحد القطرات قطرات من الماء فاش كنحرق ورق كيتكونوا لنا قطرات من الماء وهذا الغاز هذا اللي هو احادي اكسيد الكربون هاد قطرات الماء شنو هما اون فرونسي راه نورمالمون هنايا نقولوا ثنائي اكسيد الكربون زائد ماء هنا غنقولوا ديوكسيد دو كربون بلس او هنا غنقولوا الصيغه الكيميائيه ديال الماء هي اش 2 مزيان دونك هادو هما لي برودوي قلنا اذا كانت النسبه ديال ثنائي الاكسجين هنا قليله يعني كان انسوفيزون فهاد الورق غادي يحترق غادخل لا كومبيستيون انكومبير غيكون احتراق غير كامل شنو الاحتراق الغير كامل هو غيتحرق لينا بواحد اللون ديال الذهب اللي اصفر علاش حيت الكميه ديال ثنائي الاكسجين هنا قليله وهنا ما غيكونش عندنا غير قطرات من الماء وثنائي اكسيد الكربون غيكونوا نواتج اخرى يكونوا دوطخ برودوي او نواتج اخرى من بينها واحد الغاز سميتو سي او واحد الغاز سام الا كانت النسبه ديالو قليله واحد البلاصه وكان الانسان تما يقدر الانسان يتسنى ويتخنق هذا الغاز هذا سميتو مونوكسيد دو كربون اللي هو احادي اكسيد الكربون وكيكون في النواتج حتى الكربون حتى هو دونك في التفاعل الكيميائي ولا في الاحتراق ديال الورق ولا ديال الماده العضويه بصفه عامه راه ديما كيكون عندنا سي او 2 ثنائي ولا الماء اش 2 او وكيكونوا بارفوا حتى احادي اكسيد الكربون والكربون اذا كان عندنا لا رياكسيون انكومبليت دابا بغيت نكشف بان الورق هو ماده عضويه كيفاش عرفنا بان اي ماده عضويه كتكون الهيدروجين والكربون البابي حنا ما عارفينش الصيغه الكيميائيه ديالو دونك في النواتج شنو هما الانواع ديال الذرات اللي مجهولين كاين الكربون كاين الاكسجين كاين الهيدروجين كاين ثلاثه انواع ديال الذرات هذا الاكسجين عرفناه منين جا من الغاز ديال ثنائي الاكسجين الموجود في الهواء دونك الورق مناش غيكون كيتكون لحيدنا الاكسجين غيكون كيتكون من الكربون وغيكون كيتكون من الهيدروجين دونك التعريف ديال الماده العضويه ولا ديفينيسيون ديال لو ماتيريو اورغانيك هو واحد الماتيريو كي سو كومبوز الذي يتكون دي زاتوم دو كربون اي دي زاتوم ديدروجين الذي يتكون من ذرات الكربون والهيدروجين مزيان دابا غادي نشوفوا النوع الثاني ديال الاحتراقات وغادي نشوفوا احتراق ديال ماده ثانيه اللي هي نوع من انواع ديال البلاستيكات
كيف ما كتعرفوا في الدرس الاول كنا شفنا بان البلاستيك فيه ثلاثه ديال الانواع اللي كنا قرينا بي في سي متعدد كلورور فينيل و بي او متعدد ايثيلين و بي اس متعدد سيتيرين دابا غادي نشوفوا ثانيا احتراق بي او متعدد الايثيلين احتراق هو لا كومبوستيون دو بولي ايثيلين اون فرونسي نفس التجربه غادي ناخذ واحد القطعه ديال البلاستيك وغادي نحرقوها في وجود غاز ثنائي الاكسجين يعني هنا راه كاين ثنائي الاكسجين دونك هنا شنو غادي يوقع غيطلع لينا واحد الدخان هنايا دونك الا درنا هنايا واحد الصحن ولا قيل ولا اي حاجه غادي تكون لينا هنا قطرات من الماء دونك يتكون لينا H2O ياك وهذا الغاز هذا اللي يطلع لينا هنايا الا كديناه ولا عرضناه لواحد القاروره دونك ودرنا له دوشو دونك غيتعكر لينا ماء الجير يعني نفس داكشي اللي درناه قبيله غيتعكر لينا ماء الجير دونك الا عرضنا مثلا هذينا اولا هادشي اللي بقى لينا هنا كبينا هنا دونك غيتعكر لنا ماء الجير هذا دليل على ان راه كاين CO2 يعني داك الغاز اللي طلع لنا راه عباره عن ثاني اكسيد الكربون إذا قلت لك هنايا كتب لي المعادلة الكيميائية غتقول لي بأن حرقنا بي أو متعدد الإيثيلين بولي إيثيلين فعلينا دائما في الاحتراقات كيكون عندنا الجسم المحروق وحدا الجسم المحروق اللي هو ثنائي الأكسجين ديما كنديرو هنايا بابي ولا متعدد إيثيلين ولا بي في سي إكسيتيرا كنديرو بلوس أو دو دونك كيف ما قلنا غيتكون قطرات من الماء عبارة عن H2O غيطلع لينا واحد الغاز اللي كيعكر لينا ماء الجير اللي هو CO2 وقلنا الا كان عندنا نسبه ديال ثنائي الاكسجين هنا قليله فذاك الورق او ذاك البي او غادي يحترق واحد الاحتراق اللي هو غير كامل وما غيكونش عندنا غير جوج نواتج غيكون حتى نواتج اخرى بحالاش بحال احادي اكسيد الكربون وبحال الكربون حتى هو بنفسه دونك شنو الفرق ما بين فاش كيكون عندنا جوج نواتج فاش كيكون عندنا جوج نواتج كتكون لا كونتيتي ديال الاكسجين موجوده كتكون كبيره سوفيزون كتعطينا جوج نواتج إذا كانت لا كونتيتي انسوفيزونت ديال الديوكسيجين إذا كانت نسبة ديال ثنائي الأكسجين حنا كنحرقوا هذيك البلاصة ما فيهاش التهوية وما فيهاش ثنائي الأكسجين بزاف فغيكون حتى غير كامل غادي يكون لا كومبيسيون انكومبليت وهنا بالإضافة ل H2O CO2 الماء وثنائي أكسيد الكربون غتكون نواتج أخرى يعني هادي إمتى كتزاد النواتج هادي حتى كيكون نسبة ديال ثنائي الأكسجين قليلة وبالتالي كيكون عندنا احتراق غير كامل ودابا غادي نشوفوا الجزء الثاني ديال الدرس وغنشوفوا احتراق ولا لا كومبيسيون ديال دوطخ ماتيريو أورغانيك.